أكلتنا طيبين اليوم بـ What's Cooking معنا دلال. في عنا طبق مالح وعنا ديسير كمان. بونجور دلال. هاي تينا، كيفك اليوم؟ تبا وانت؟ بشو رح نبلش؟ حنبلش بالحلو. أول شيء خلينا نخبر المشاهدين شو هن وصفاتنا قبل ما نبلش. اليوم عاملين طاجن على تونة مع الطحينة والفليفلة، وصفة سهلة وسريعة. وصفتنا الثانية هي كريم بريلي على مشمش مع النعنع. بتعرف هلا بموسم مشمش كرز حيلا نوع من الفواكه اللي عندنا اياه بالبيت، حنبلش فيها. يب. هلا خلينا التونة لاخر شيء، ليه؟ لانه الكريم بريلي مضطرين نحطها بالفرن بامارين لمدة 35 دقيقة. من شو معمولة وصفتنا؟ انا اليوم حبيت اشتغل بالمشمش يلي جبتهم مثل ما هن، قطعتهم، فينا نقطعهم لمكعبات لحيلا شيء. بدي لوحهم على نار مع العسل وبدي اوضعهم على جنب. أوكي. بدي اعبي فيهم حيلا صينيه او رمكان او حيلا شيء، او اذا عندنا تبع الكريم بريلي بعد ما بدنا ندخلهم على الفرن بدنا نعبيهم على جنب. بده يكون عندنا ثلاثه صفار بيض، بدنا نمزج معهم السكر، بدنا نوضع على نار حليب السائل مع الكريم فريش مع كم ورق من النعنع، ونضيف عليهم صفار البيض مع السكر هيك مثل ما كل مره بنقول ليدوب السكر بسرعه اكثر. نرجع منغطي فيهم المشمش، بنحطهم باماري، كثير مهم انه الكريم بريلي نحطها باماري. بنحمي الفرن وبندخلهم على فرن 160 درجه لمده 40 ل 45 دقيقه. حبلش اشتغل بالمشمش. المشمش في لزوم نقشره او لا؟ ما قشرته، تركته. حلو يضل هيك لونه فيه. ما لها طعمه ابدا نقشره. لكن وضعنا المشمش، ما حطيت شيء ابدا. فيه حط شويه من الزبده، فيه ما حط شيء. بدي اضيف عليهم العسل. ما بدي احطهم اكثر من دقيقتين تيصيروا هيك شوي مع طعمه العسل. ما بحب العسل بشتغل مشمش بلا شيء. بحط نقطه زبده وفينا سكر، ندوب سكر كراميل، يعني نعملهم كراميل. مش اكثر من دقيقتين على نار. فينا نضيف شقفة زبدة مثل ما فينا منضيف. لكن هول المشمش أو مزيج، يعني اليوم أنا ما في عم مزيج من الفواكه. شو عندي؟ مشمش، ذراء، كرز. اشتغل بزيت الطريقة. هول حأتركهم تيصيروا شوي كراميليزي على نار. فينا نضيف سكر، فينا نضيف زبدة، فينا نضيف مثل ما أنا اشتغلت بس بالعسل، فينا نضيف كونياك، روم، حيلا شيء عنا إياه بالبيت. يعني فينا نضيف الكحول. حلو. مثل ما فينا نوقف هون. هلا من شو معمولة خلطتنا؟ لكن المشمش على نار، ما بدنا كتير وقت لأنه بدنا نرجع ندخله على الفرن، بس هيك مش أكتر من دقيقتين. تينا برجع طفي. من شو معمولة وصفتنا اليوم؟ إذا عم بحكي هلا بدي أقول للمشاهدين، إذا أنا اليوم ما عبالي أشتغل بالكريم فريش، عبالي أشتغل بس بحليب السائل، بدور إنه هيدي وصفة فينا نشتغلها بس بحليب السائل، بس كثير مهم إنه يكون عندنا صفار بيض. فينا نضيف 200 ملي من الكريم فريش، 3 أرباع يعني كوب من الكريم فريش، 3 أرباع كوب من حليب السائل، شوية من السكر لأنه بنعرف إنه الفواكه أوريدي فيها سكر، نحن ضفنا شوي من العسل، بدنا نمزج السكر مع صفار البيض، شوية من النعناع، نتركهم 3-4 دقايق على نار، نرجع نعبي الصينية اللي بدنا ندخلها على الفرن ونكون خلصت وصفتنا. لكن خلصنا هون، أنا حاكتفي هون، حأوضعهم على جنب. اوكي. نحطهم هون. وبلش بالحليب، نرجع بنقول إنه أنا اليوم عندي ربع كريم فريش ما تبقى من الكريم فريش اللي عندي بالبيت، فيي اشتغله. وضيف البقوي حليب. خاصة هالقيمات الكريم فريش. هي الكريم فريش كثير غالية. شي بريسيو صار. خلينا على الحليب. ما تبقى من الكريم فريش بالبيت. اي مشان هيك ما بقى فينا نحط 200 ملي، يعني خلينا نقول 100 كريم فريش قد ما عندنا، ما عندنا بشتغلها بلا كريم فريش. لكن بطنجرة على نار. حطينا كباية من الكريم فريش، اللي عنده كثير كريم فريش بالبيت وما عارف شو يعمل فيهم، ما بعرف مين عنده. بس اطيب ديسير هيدا. اطيب ديسير صح؟ اذا مش عارفين شو ضفنا حليب السائل، بتعرفي اوقات بنشتغله بس كريم فريش وصفار بيض. ايه مزجنا حليب السائل، رجعنا ضفنا شوية من النعنع. عم بحكي على نعنع اخضر، وراق من النعنع،
يلي ضفتن على وصفتي. وهون كمان بدي اقول انه انا هيدي وصفه بعملها بنقع الحليب بالنعنع لمده ساعتين، برجع بحطهم على نار وكفي وصفتي. يعني قد ما ننقع قد ما هيك الطعمه بتكون اكثر. وفينا نفرم النعنع كمان، فينا نفرم النعنع دغري بيعطي طعمته قويه النعنع. لكن ضفنا على نار كريم فريش مع حليب السائل، رجعنا ضفنا النعنع، اليوم عم بحكي على ورق النعنع ثلاث اربع ورقات على طول على نار خفيفه. اما هون في عندي صفار بيض، ضفت لهم شويه من الفاني، بدي ضف لهم شويه من السكر. اليوم حيلا نوع من السكر اللي عندي بالبيت، سكر بودره، سكر اسمر، سكر ابيض. بدي احركهم كثير منيح مثل ما بنعمل طريقه الكريم باتيسير فينا بزيت الطريقه، بيبيض المزيج بصير شوي مثل الكريم. بدنا نضيفهم على الحليب مش يلي عم بيغلي، يلي بلش يسخن. كثير مهم انه نحركهم كثير منيح. لكن صفار بيض، رشه من الفاني، ضفت لهم سكر، بتقولي لي في لك 5 ملاعق من السكر، سكر ذوق بس اكيد انه بدها سكر اسمر، سكر بودره او سكر عادي، مش كلهم واحد منهم. شو عندنا بالبيت؟ الموجود الموجود. بدي اكد انه الحليب سخن يلي كنت ناقعه فيه النعنع قبل بساعتين. او كمان بدي اقول انه هيدي وصفه انا بشتغلها اوقات مع رومارين، كمان بتطلع كثير طيبه. يعني اذا ما عندي نعنع عندي رومارين كمان بتطلع طيبه. اول ما يسخن الحليب شو بدي اعمل؟ بدي اضيف صفار البيض شوي شوي انا وعم بحرك. نستعمل الفوق على نار خفيفة، وبدي عبي الرامكان أو حيلا صينية. بتعرف أنه حتى الكريم بريلي بكون عندها رامكان خصوصي، ولا هنكتفي أهم شيء أنه الكيسات يدخلوا على الفرن، يفوتوا على الفرن. بدي اكتفي هون قبل ما يغلي الحليب، أول ما يبلش يسخن. هذه هي وصفتي، تأكدت انه صفار البيض والسكر دابوا، يعني ما بقى بشوف صفار بيض بقلب الحليب. فوالا حاجة لعندي كثير. يلا خلينا نعمل كيف. هلا عصيرة البان ماري ذكرتيني، من يومين عملت لازان كان بدي اجربها بان ماري، لان قلتي لي هذيك المرة ونسيت ما جربتيها. مرتي جاي كثير طيبة اللازان بماري، ما بتنشف وبتستوي. ايه ما بتنشف. رح ناخذ وقفة وراجعين. لكن الكريم بريلي صاروا جاهزين يفوتوا على الفرن. خلينا هيك مش الكراميليزي نحط. صح، نرجع نعيد هيك سريعا إذا فينا نفرجيهم كمان شو عملنا. اليوم بنرجع بنقول إنه إحنا اشتغلنا بالكريم بريلي على مشمش، بتعرفي هلا موسم المشمش. والتليفونات. وحطي بالكريم بريلي؟ إيه لا، حطيته ورجعت خبيته. بقى اشتغلت بالمشمش أو كرز أو حيلا نوع من الفواكه يلي لوحتهم شوي على نار مع العسل، عسل وزبدة أو سكر وزبدة، وضعتهم بحيلا صينية نقدر ندخلها على الفرن. بعد ما دخلتهم على الفرن نقعت ما تبقى من الكريم فريش اللي عندنا إياه بالبيت، إن شاء الله هالقد أو هالقد حسب شو عندنا. بدنا نمزج الكريم فريش والحليب السائل. اليوم قلنا للمشاهدين اللي ما عنده كريم فريش، هي بشتغلها أنا مع حليب السائل، بس بدل 4 صفار بيض بزيد شوي صفار بيض لتشتد أكثر، يعني 5 صفار بيض، رشه من الفاني، ومزجنا صفار البيض مع السكر الاسمر الابيض بودره حسب كمان شو عندنا، مزجناهم كثير منيح، زدناهم على الحليب والكريم فريش وورق النعنع يلي كنا ناقعينه قبل بساعتين. رجعنا مثل ما هون عم نشوف، وضعنا المشمش بالكعب، رجعت ضفت عليهم الحليب السائل المزيج الحليب، ورجعت هلا ضفت النعنع كمان. اوكي لكن رح ندخلهم على الفرن. بدنا ندخلهم على الفرن اكيد بدهم وقت دلال مش هيك؟ مثل ما قلنا كثير مهم اول شيء انه نحمل الفرن 160 درجة لمدة 10 دقائق. تينا
كثير مهم مثل ما حكيتيني على اللازانيا، بدي اقول لك كمان الكريم بريلي بنشتغلها بان ماري. شو يعني بان ماري؟ يعني اليوم جبت صينيه وضعت شويه من المي، وضعت عليها التيركس او الرامكان او حيلا صينيه بدي ادخلها على الفرن. وبدي ادخلهم على الفرن بيستووا. ليه؟ لانه بيستووا بطريقه اقل، يعني ما بيحترقوا، بيستروا شوي شوي، ما بيفوخروا، ما بيفوخروا، عشان هيك بضلهم بدهم لمده 40 دقيقه هون حسب الفرن، بس كثير مهم انه ما يكون فرن حامي. يعني هلا اليوم انا اشتغلت بالكريم بريلي على نعنع، في استبدل بالرومارين، في استبدل حبق، يمكن كمان الحبق فينا كمان حبق بيلبق كثير. مثل ما فينا نوقف هون، يعني بدنا كثير مهم انه نحمي الفرن. هلا انا اشتغلت قبل لانه كمان خلينا كمان قبل ما ندخلهم على الفرن، بدنا نقول للمشاهدين انه وقت نقول كريم بريلي نحن كلها مسقعه، يعني انا اليوم شلتهم من الفرن بدي ادخلهم على البراد. قد ما بيسقعوا قد ما عن جد بيكونوا اطيب. سو رح نحطهم بالفرن وناخذ وقفه ونرجع على التيستينج. عليكم احلاهم. بدي اقول كمان وقت نقول كريم بريلي، بتعرفي نحن نحط سكر، حرقه بالشاليمون. هلا بعرف انه العديد من المشاهدين يمكن ما عندهم شاليمون بالبيت. اليوم حبيت اشتغلها هيك، زينت بالنعنع، لكي بين النعنع مخبوزه. كثير مهضومه. اذا على بالي تفنن شوي زياده، نشتغل بالسمسم والسكر. مع سمسم. يلي برجع بحط على وجهها وبرجع بدخلها على الفرن. حبيت فكرة السمسم دلال. ايه السمسم، بس صح كمان، بس بدها تسقع فينا. يعني نرجع نتذكر انه الكريم بريلي من كلها مسقعه، بندخلها على الفرن لمدة 40 45 دقيقة، بنشيلها من الفرن، بحطها من تمبراتور امبيونت، برجع بحطها بالبراد. يعني إذا بدي أكلها في اشتغلها قبل بليلة أو من على بكرة العشية، قد ما بتسقع قد ما عن جد طعمتها. كيف لقيت النعنع؟ شو طيب النعنع؟ كثير طيبة مع النعنع، هيك طلعنا شوي من العادة وهيك بتعطي فريش بالتم. صح، يعني وما بدها كثير، كثير مهم انه نشتغلها على نار خفيفة، بدها وقت شوي، وكثير مهم انه نشتغلها بان ماري. يعني إذا اشتغلناها بان ماري بتكون تستوي شوي شوي، بتاخذ وقتها. صح، ومثل ما قلنا انه فينا نضيف السمسم، انا اليوم اكتفيت بالنعنع، مش ضروري. والحلو انه إذا واحد عمل كذا بلا هيك فينا نعمل فواكه مختلفة. صح، فينا نعمل كرات، إذا كثير زهقانين معنا شيء يمكن كمان بيشبه المسمار. فينا نعمل تين، هلا قرب موسم التين، كمان فينا نعمل تين طازة. بكره تنخبر المشاهدين إنه في وصفة هي ثالث مرة بدنا نعملها بس ما عم تزبط معنا. بكره تاني مرة. رابعة ثابتة. ثالثة ثابتة، بكره ثالثة. يلي هي طاجن على تونة يلي بدنا نشتغلها بكره مع الفليفلة. طاجن يعني طحينة وبصل كمان؟ طحينة وبصل وفليفلة، بدنا نضيف بابريكا، بدنا نحط شوية من بودرة الثوم كمان، ما حنخبر طين تونة. ومثل ما شفتي أنا اشتغلت اليوم بعجينة التارت يلي بدنا ندخلهم بكره بنحكي عنها، يلي اشتغلتها بزيت الزيتون. وبكره كمان لأنه نهار السبت بدنا نعمل كيك، كيك هيك مميز، على بالي اشتغل بكره بكيك التين. يمين تينا يلي كمان هلا موسم التين. تين طازة أو تين مجفف؟ تين طازة. لا اليوم بكره بدنا نشتغل بتين طازة مش مجفف، بدنا نشتغل بالطاجن لأنه الثالثة ثابتة. تونة عم نحكي المعلب أو المعلب؟ إيه المعلب اليوم. عم نحكي على تونة معلب، عم نحكي على طحينة بدنا نكسرها بالموارد. قصص موجودة عندنا بالبيت. قصص موجودة عندنا بالبيت وفينا نشتغلها، فينا نضيف الحمص. فينا بقى حسب. طاجن تونة بكرة وكيك على تين من فواكه الموسم بكرة الويكند. سو تسلوا بالديسير، رح ناخذ بريك ومنكفي.